ذكرتم بأن المرأة التي تنزل معها السوائل باستمرار يجب عليها الوضوء لكل صلاة، وأنا أخجل أن أخبر بهذا الحكم لكل امرأة أصادفها، علما بأنني لا أعلم هل هذه المرأة تنزل معها السوائل أم لا، مع أنني أحاول في كثير من الأحيان إخبار النساء اللاتي أعرفهن. نعم، المرأة التي تنزل منها السوائل دائما لا ينتقض وضوءها إذا خرج هذا السائل، لكنها على المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أنه يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة. يعني مثلا إذا دخل وقت الظهر تتوضأ لصلاة الظهر، ولكن بعض أهل العلم يقول لا يجب عليها أن تتوضأ إلا أن يوجد ناقض غير هذا السائل. مثال ذلك امرأة توضأت الساعة 11 صباحا والخارج يخرج منها باستمرار، نقول وضوءها صحيح تصلي ما شاءت، فإذا دخل وقت الظهر وجب عليها الوضوء عند الحنابلة رحمهم الله، وقال بعض العلماء إنه لا يجب عليها أن تتوضأ لصلاة الظهر لأنها قد توضأت من قبل، وهذا حدث دائم وهو لا ينقض الوضوء. فإذا كان لا ينقض الوضوء فمن الذي قال إن دخول وقت الصلاة ينقض الوضوء؟ بل نقول إن تصلي بالوضوء الذي قامت به الساعة 11 إلا أن وجد ناقض آخر كخروج ريح من الدبر أو ما أشبه ذلك من نواقض الوضوء، فهنا تتوضأ لوجود الناقض، وهذا القول ليس بعيدا من الصواب. وكنت فيما سبق أجزم بما عليه فقهاء الحنابلة وأوجب الوضوء لكل صلاة، وبعد الاطلاع على هذا القول الثاني وهو عدم الوضوء وقوة تعليله فإني أرجع عن كلامي الأول إلى الثاني وأقول ليس عليه الوضوء إلا أن يحصل حدث آخر غير هذا الخارج السائل، وأرجو الله تعالى أن يكون فيما ذهبت إليه أخيرا صواب وموافقة لشريعة الله عز وجل.